درى عنه الى الحين وانا فضحت نفسي، لكن الحمد لله. طيب شو اسمه سيف، انت كم كان وزنك يوم دخلت البرنامج؟ خلها بيني وبين خلها مستوره. طيب نزلت ولا زاد وزنك؟ انت طلعت مع انك طلعت لك فتره اكيد عاد انا عوضت كل اللي فاتك. اوه ها شوف انا قاعد اقولها وانا قبل 3 ايام او 4 ايام كنت ابث بس يسالوني على العيال يا جماعه انا اشوف سلطان نحف، فيصل الحازب نحف، من اللي بعد نحف من العيال؟ يمكن عبد الله العتيبي والله نحف، متاكد حتى من اوزانهم. عبد الله عاد عبد الله ما حضر الا مره واحده الله يصلحه. عبد الله بالطلبات بعد شكله. عبد الله عاد خلينا نقول عادرينه فهمت، لكن انا صدق والله لاحظت لانه نحفوا خاصه سلطان، سلطان نحف نزول غير طبيعي، فما ادري هو عشان المليون ولا لها دخل بالمليون. لا لهم لهم لها علاقه التصوير عاد تشوفون انتم في النهايه، يمكن اللي حضر كل الفقرات ياخذ المليون ما تدري. تفرق معه اي. فانا بالنسبه لي انا اشوف ان اللي انتظموا معك للامانه. وفي ملاحظه يمكن انا ناقشتها معك ثاني مره جيتنا وقلت انت الموضوع هذا ناقشت الاداره فيها او حاجه زي كذا. ترى احيانا انه ما بعترف لك اعتراف، انا تعمدت مره واحده بس تعمدت اني اتاخر عشان تقول لا تدخل الحصه عشان ما تخصم علي في نفس الوقت. ما ادري حر يا كوتش حار والله حر. فانت قلت والله انك كلمت الاداره وكذا انهم يوفرون مكان للتمارين، تذكر يوم تناقشنا في هذا الموضوع؟ هو لو كان في مثلا صاله او كان في مكان مكيف او على الاقل يعني مهيئ حوش درجه الحراره 68 وكنت طارق فهمت ما بتسمعك اول ما جاء ما بتمر سوى صح، وبعدين يقهر وش يخليك تسوي التمرين غلط. لا خلصت قال عد انا هنا انا وهنا ودي مسدس لا ويعد لك على حسب ما تسوي التمرين على جوك ها يعد لي. تخيل انا احسب اني قد وصلت 10 وترى باقي في 2 1 يحسب ذي الحاله هذه كامله 1 وكذي كلها 1 يا ولد. لكن لو كان في مكان مهيئ يا كوتش والله شوف عشان انتوا تكونون في الصوره وحنا في الرياليتي شو ما عندنا اسرار. سعينا والله في موضوع الصاله لكن الوقت صار ضيق وما مدانا ان نرتب هذه الفكره صراحه، لكن بادرنا في هذا الموضوع بحيث انه يكون عندنا نادي هنا موجود، اجهزه موجوده، تكون الصاله مهيئه على اساس انه تطلعون بنتيجه كويسه، وفي نفس الوقت احنا نحقق اهداف اكبر من الفقره هذه، لكن ما تيسرت بحكم انه ضيق الوقت، وفي نفس الوقت الترتيبات ما كانت صراحه مبكره. سعيت في الموضوع والله، والاداره ما قصرت دعمتنا بكل شيء في هذا الموضوع على اساس انه نقدر نتمه، لكن ما الله كتب. لكن ان شاء الله باذن الله في النسخ الجايه، حتى والله كان الجمهور لهم اليه معينه حتى من ضمن هذا النادي اللي كنا راح نسويه، لكن ما تيسرت معانا، لكن باذن الله النسخه او النسخ الجايه او الفقرات الجايه ما هي ما راح تكون نسخه من هذه الفقره او تكرار اللي سويناه في هذه مطورة. الفقره باذن الله راح يكون في تجديد في كل فقره من الفقرات، لكن وضعكم ومشاكلكم اللي تصير في الفقره صدقوني انا بحكم اني جزء معكم هنا، واللي تحسون فيه احس فيه، والحر اللي انتم تعيشونه اعيشه معكم، وعارف انتم غير الحر اللي انت تواجهه عندك مساله اللياقه ما هي ذاك الزود، فتحتاج بيئه مهيئه اكثر. لكن احنا نشارك الفقره او ندخل الفقره هذه بالمعطيات اللي موجوده عندنا ونحاول نطلع بافضل النتائج. ولا يعني في البدايه لو تذكرون الفقره كانت 4:30 صح واخرناها الى 5 يعني فكل هذا عشانكم انتم، ولو بالامكان في مجال ناخرها اكثر من كذا كان اخرناها، لكن ضيق الوقت ما بين الساعه 5:30 والاذان كان الوقت مره ضيق، والحين صار ياذن على حتى 6 الا ما في وقت انه ناخر اكثر من كذا صادق. فهذا اللي صار معنا، لكن باذن الله ان شاء الله ان الجايات يكون في وضع افضل من هذا، وممكن الفقره الجايه واحد فيكم يكون مساعد في الفقره يعطي الشباب التمارين ما سلطان ثقل هذا تحمسون الحين، ممكن تحمسون الحين تروحون تسجلون فندي كل واحد فيكم يحضر يجي. انا بالنسبه لي يغطي علي انا قلت لك انا كنت في نادي قبل البرنامج كان وزني فوق ال 100 صدق، دخلت البرنامج نازل 11 كيلو ما شاء الله اي والله. وبس اني يوم جيت هنا جتني نصيحه من واحد كان في برنامج قبل، قال ترى البرامج ما متوفر فيها الاكل بكثره وهذه، فلذلك بتنحف
بس ما شاء الله ما توقعت ان يعني نسختنا هذه ترى نسختنا ابو عبد الاله بالعربي الله يبيض وجهه ما احنا قاعدين نمدحه كل شوي لكن واضح لهم ابو عبد الاله واخويانا اللي على راسهم مناحي الله يذكره بالخير ولي هنون وفيصل كل ما طلع واحد رجع لنا مع كومه اغراض اكل وكذا فجينا هنا قلنا بننقطع عيشه اللي يطبخ والغرفه مليانه اكل بدل ما ينزل وزن لقيته زاد اي والله انا كان اول ما دخلت يا ما اقول لك اقول لك وزني كان 89 حولها والطول تقريبا 180 179 بسم الله عليك ايه فكان ما هو بذاك الوزن بس شوي خذيت لي اسبوع تقريبا اللي زايد 4 كيلو وظهرني ارتحت واجد هنا فذاك اليوم يوم تقوس الوزن انت 94 انصدمت فالاكيد الاكيد اني الحين يا 94 ولا حولها ما رحت بعيد دندن حول الوزن إيه نفسه إيه. ها لا شوف ترى العامل النفسي اللي تكتسبه من الرياضه هذا في حد ذاته ترى يفرق معاك في صحتك وحتى في وزنك ما بالك بش اسمه العامل البدني فهذه كلها تجتمع وفي نفس الوقت الشباب وجود الشباب معاكم والجو نفسه اذا الواحد زان له الجو نفسيته بتتحسن والحمد لله زي ما قلت انت الشباب ابو عبد الله الاداره متمثله بابو عبد الله والباقيين كلهم كل شيء متوفر حتى كان عندنا فكرة اللي هو تطبيق الجداول الغذائية على أساس أنه كان بنطبقها لكن خلاص جت على نهاية البرنامج فما عمده ولا كان وفروا لكم كل شيء حتى اللي بيطبخ كل شيء بيلقاه عنده أكل صحي قصدك أكل صحي سلام فهذه كلها الحمد لله أنها أشياء تساعد على نجاح الفقر وتساعد الواحد أنه يلتزم بنظام غذائي يحسن منه صحته ووضعه الصحي وفي حاجة البرامج اللي راحت قبل كوتش طارق وبالنسبة لك أنت تحديدا كانت كلها في الشتاء عشان كذا ما أنت محتاج نادي او مكان مهيئ لان الجو براد ايه فبالعكس يحبون العصر بدري لا ترى النسخه الاولى كانت صيف كانت صيف ايه اللي فيها رشيد والعيال وش كانت اي لا كانت على نهايه الصيف الجو ايه. كان ايه الجو كان كويس لكن النسخه الاولى لا والله كانت صيف والشباب تلقاهم محضرين عندك الواحد وجهه طماطم من قبل لا يبدا الفقره لكن ما شاء الله عليهم يعني حريصين على الفقره احنا بدايه الامر والله العظيم احنا كنا نعاني قسما بالله يعني ده ما يحضر إيه أنا حاضر مرتين ما أدري ثلاث إيه أنا حضرت أربع مرات ما قصرت يعني تعتبر شهر يعني حضرت أربع مرات أسلم هني مرة